السلام عليكم مشاهدينا، معكم حسام دي لشهاب من تلفزيون النهار. بعد ما شفنا آراء المواطنين حول عدة مترشحين لرئاسة 2014، اليوم خيرنا لكم مترشح جديد واللي هو مسعود غواط اللي ترشح للرئاسيات بعد ما نام روحه رئيس الجمهورية الجزائرية. تابعونا وش يقولوا عليه المواطنين. أنا رأيت خطأ ورأيت أشياء غير لائقة بالوطن، فأردت أن أصححها. الموال فخير متال فخلي من الرواط هذا ولا بواط، ما كان والو صحيح. والله قاعد يكذبوا، شوف يقول لك باللي ندير ونعمل وكذا، نهار اللي يجي في الكرسي والله ما يستقبلك، المير التالي ما يشوفش فيك. ها انا مش نروحوا في الجنه، انا نروحوا غير رئيس الجمهوريه. كي نروحوا يسرق، كي نروحوا في الجنه ندير رئيس الجمهوريه. نوم بروحي، نوم بروحي يجروا مورايا الكلاب وطحت في حاسي. مي سي نورمال، سي لي زيفي دو لوفيا مع الرايب. ايه من يعني نوم بني هات بلا كلاب بزاف بلاك. نقول له كمل بيع هذا اللي خرج عليك، تبع تعلمت تبيع وتشري، كمل تبيع وتشري. لكن عنده في راسك شغل لاباس ينجم يكون خير من اللي راهم دوكا. خاش دوكا ما بقاتش وزاره، كذب عليك الكذب. هو تاجر يقعد تاجر، ما كان لا يروح لرئيس الجمهوريه، ما كان لا يرشع روحه. جيبوا شيخ تاع امام تاع الزاويه ولا نورمال. انا نرجع بريزيدون. الرئيس تاعنا باين كاين اللي يقول 62 ما كان والو، ذا كان بوم الدين بوتفليقه. السلام عليكم، هذا ما كان والو، كاع خرطي. يرقد في الليل ينوم روحو رئيس، صباح يعاود يروض يصحى ويعاود يرقد في الليل ينوم روحو حكم الشعب وفوتوا عليه الشعب. هذه هي رايحه حياته رايحه كاع في الرقاد. تاجر ما شكيتش، لازم يكون رجل سياسي ويعرف قيمة البلاد باش يشد، باش يكون رائع في الرئاسيات. رئيس جمهورية ما مشكيتش. علاش؟ ها؟ خاش الناس قاعد تكرهو. ماشي واحد ينوم ومن بعد يجي يقول لك أنا ما المنام ما يسلكش وليدي. واش تقول له أنت لحد؟ أنا نقول له هذه المهمة بعيدة عليك، من عندي غير يخليها. يروح يريح يخدم خدمة أخرى تاع المنام. صح. يفسر المنامات. هادو غير صالحين كاع اللي في الحكم، غير صالحين كاع، غير صالحين. هادو نتاع قلي وقلب، نتاع كيبا. برنامج حقيقي. كاع سراقين، ديباراسي كاع المديرين، سقم البلاد ودير راعي، دير راعي سقم البلاد. ما نعرفوش اصلا كاع انا يا اسماء، هذا سمعتو غير عندكم. وقول لك صح، جامي فوتيت وجامي فوتي، وما نديرش كارت فوت في الجيري. تعرفوا انت مسعود غواط؟ ما نعرفوش. هو تاجر متنقل ولا اواني، تاجر تاع اواني، حاب يترشح بصح المستوى تاعو نافياماني. بلي ربينا واحد نافياماني يقبض شعب كيما تاع الجزائر، ما كاش منها خويا. صافي، اللي نروحو يكون رئيس في البلاد هذه، يكون رئيس في البلاد، يكون عنده خبره، تكون عنده ثقافه، تكون عنده راي، يكون في الاقتصاد، في السياسه، في كل امور. ما يكونش يرقد وينوض يقول انا نمت روحي رئيسيتي رئيس. انا رايت واني ارى، ما دمت ارى. انا اللي نام روحو نقول له راه عاود المنام. مالك غلط، مالك نوم روحك بريزيدون، ماشي حاجه سهله صاحبي. بريزيدون لازم تكون. وانت اش تقول له خويا؟ قول له نوم روحك اجون. ما نقول له نوم روحك اجون. بو هذا كما تما، هذا اللي نمروحو بريزيدون، جاتو في بالو بلي امن روحو بلي ولا بريزيدون ترشح من نيتو. شغل هذا شغل نام وامن روحو بلي صاحي ولا بريزيدون. هذا يخدم الاثاء يعني بكري رجعوا لنا، خلاص رجعوا لنا المرايه تخدم، والراجل دوكا في الدار دوكا. هذا خلاص دوكا، هذا شغل حيجيب على المباشر ديريكت، الراجل ديريكت في الدار. مليح ونفوطي عليه. الناس عارفه من تفوطي، والناس معروفين. تجيب لي واحد ماسون، واحد باتيشي، واحد كذا، نورمالمون زوج ثلاثة معروفين، ناس تاع ثقة وقدام، الناس يفوتيو عليهم. دوك 100 واحد انت على ما تفوتي. كيفاش نمرك رايس؟ على ما نمشي نروح حاجة واحدة أخرى. نمرك غير رايس باش يقبض البلاد ويصرف وياكل ويشرب. قول له يخلي لنا هذه. احنا نشوفوا باللي التاجر همه غير التجارة وغير المادة وكلش، لكن لا بالعكس، كاين تجار مارسوا سياسة ومارسوا كلش، ولا استقروا ما خلاتلهمش فرص باش يمارسوا السياسة، راحوا للتجارة، ولكن عندهم برنامج يقدروا يكونوا بالمستوى. نقول له روح نوم روحك، زيد ارقد
حتى 40 عام ولا 50 عام. روح ارقد اهلي كامل، روح كمل رقادك نسيت النوم سوالع وغدغري ولا اني غلط. روح بلي ارقد، روح ارقد. رئاسة زياد باش دير 99 مترشح ولا 88 مترشح شعبي. 300 هذوك اي ذوك 100 ذوك تولي 200 ذوك تا في بالك انت. هذا ماشي ترشح، هذا تعجيز المواطن. ذوك المواطن ما يقدرش يخير، انت كمواطن تقدر ترفد 200 ورقة. وجابوهم شفناهم له البارح عندكم للنهار، الهضره ما يعرفوش يهضروا. صح انا غير كيما نمت روحي عندي دار ولاباس بيا وكذا ما كاش منها. هاك اسمع دوك وينهم روحوا؟ قول له خي خلينا بوتفليقه، بوتفليقه بقوسطو ولاباس، ما يعرفوا والو، حبوا يهلكوا لنا البلاد. عوض انا يا خضره مسيله عندهم طقطحات، عندهم يربي شويه كباش على روحه. والله العظيم ولينا الشجره ولا كشعفسه يخطينا من الرئاسيه، خاش عندهم ماليه رئاسيه. انا نمت روحي عندي 1000 بقره، نص الصباح تروحي في الجواجله تنخلع. بالك بالك يكون مليح، بالك يكون بريزيدون ساقم من البلاد. تسمى هذوك لي بريزيدون من قبل كاع بروما وما كان ما داروا والو. بصح هذا بالك يكون، بالك يخدم لي جان. راك تشوف لي جان كاع يتنا مريح. بالك 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 كانك تغلط بالك. صاكو حتى واحد هنا في البلاد هذه بدي يقول له روح بيع البطاطا وخلاص. اه قول له بيع البطاطا كما قال لك. هاوت بيع البطاطا تخرج عليه ان شاء الله يديها ويولي هو رئيس جمهوريه ويخرب البلاد وخلاص كما خربوها الواله. اغلب الرؤساء في البلاد الاوروبيه بداو من حاجه ما كانش. بوتيتر يكون كاين رئيس وين كوميرسون وعنده في مخه حاجه اللي تمد يمد. Il doit y avoir un certain bagage politique, bon intellectuel surtout, une responsabilité de présider un pays de 40 millions, donc c'est pas donné. Descends un peu, sois normal, sois populaire comme tout le monde. Tu ne parles pas comme ça, tu ne sais pas qui je suis-je. اخويا انا هذا ما نعرفوش بصح ما كاش منها هذه باش واحد يرقد وينوض يروح مترشح لرئاسه. ما كاش منها كاع، ما يقدرش واحد يرقد ما كاش منها. دوك انا نرقد وني كاع روحي مترشح اني عند باني فيلا على الكاتريام ايطاج، ما كاش منها كاع. لا 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 خويا الانسان هذا لا يخدم القش وكذا، على ما يقعدش في السروال تاعو، على ما يقعدش في القمجه تاعو، على ما يقعدش في التريكو. وإلا راهو حاب يولي بريزيدون كاينه حاجه، الشعب هذا البيبليك كاع اللي راهو هنا لازم يدخل لهم اللبسه غير ماماي. سعدي غوار فوتي والي ماذا بينا يتبدل الرئيس، هذا الرئيس اللي ما خرجش علينا. ربي يجيب له الشفاء ياك، ان شاء الله يولي الطريق الصواب. بالك هذيك المنامه رؤيه ولا كش حاجه، خليه عنده لاشونس، هو جزيري من حقه يترشح، وكل جزائري عنده حق باش يترشح للانتخابات وان شاء الله فيها خير. قدروا كاع النوم حتى نهارين النوم مهزله. نقولوا واحد نروحوا رئيس نوصل تاع سين بلد البحري نوليو في كليله وديمله. لا 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 كليله وديمله كان نقولوا ثعلب يهدر، كان الاسد هذا هو يقبض الغابه. اسما نوليو الكليله وديمله، اسما نوليو هنا مهزله خلاص. ولينا ما نامنوش بالانتخابات، دوك فوت الا ما تفوتيش بدل يجيبوا واحد اخر يجي واحد اخر، خلاص الامل انقطع ما فيهاش. هم يعيوا في رواحهم باطل. لا لا عيب عليك خويا، لازم تكون عندك ثقافه خويا تاع ومستوى باش تجي تحكم الشعب. يعني هذا يا شغل عنبتلو البلاد هذه سايبه، يجي ينوض ينوم روحه ولا بريزيدون ينوض يترشح باش يولي بريزيدون. يعني تقعد كيما راهي خير ملي تروح فيها كيما البلدان اللي راحوا فيها. حنا ماذا بينا نوليو طريق الصح، نوليو الطريق، نوليو للمله تاعنا، للدين تاعنا، للسنه والكتاب. سماك من هبه ودبه يولي رئيس هكذا. دوك انا نوم روحي صباح نولي بريزيدون حاله والله. واش تقول له انت لهذا مسعود غوار؟ قول يا ولدي ريح في بلاصتك، راك هايل، راك انتيك، غير كمل رقادك ونوم مليح ونوم انتيك، رقد بيان كاع وليله سعيده كاع. لو كان نفوطيو عليه اسما نولو كاع نومو، نقولوا كاع نوموا وبالك نقولوا كاع دي بريزيدون بالك ما نجمش نعرفوا. اسمع قول له عاون نوم روحك فوطينا عليه. اي مواطن جزائري يرى الخطا فليصحح.